كان الماراثون على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، المرحلة الوسطى كان طفل سليم، المرحلة الأخيرة أو الأخيرة كان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. الهدف من هاي من هذا التكتيك أو من هاي السياسة اللي اتبعناها هو العمل على دمج الأطفال الأسوياء بالأطفال الذين يعانون من إعاقة دائمة. عبد الله العبدو زكريا أحمد المحمود أول شيء إنه تشوف اللي مثله، تشوف وضعه، تحس إن الأمر طبيعي، أصلاً الأمر عنده طبيعي ما له مشكلة يعني، ولا مسبب له أزمة، ونشتي يعني نوصل للعالم الناس اللي برا يشوفوا هالحالات إنه بحاجة للمساعدة دائما، المجتمع دائما صفر بالنسبة إلهم، ما مهتم فيهم أبدا. دول الحالات ممكن يطلع منهم إبداعات كثير، ممكن يطلع منهم شيء ما متوقعه، لأنه ممكن الله يكون عاطيهم ذكاء أكثر مما توقعه الإنسان العادي. حضراتكم انتم جايين لترسموا اي ابتسامه على وجه هذا الطفل، فشكرا كثير لحضوركم، شكرا كثير لاداره معبر باب الهوى.